Этот опыт успешного использования развиваем финансирование поставок высокотехнологичного инфраструктурного оборудования из России и Европы с использованием инструментов Российского экспортного агентства и экспортно-кредитных агентств ведущих европейских государств. В партнерстве с африканскими банками и институтами развития работаем над удобными финансовыми решениями при осуществлении поставок продуктов и товаров в африканский регион, в том числе с использованием аккредитивов и гарантий. Из недавних проектов можно отметить финансирование поставок зерна и энергоносителей в Египет, комплектующих в Марокко, товаров первой необходимости, оборудования в Анголу, гарантийную поддержку российских компаний в Алжире, Тунисе, Эфиопии, Руанде и Намибии. نحن نعمل على بلاد مثل الجزائر ورواندا في نتيجة عمل بنكنا للتجارة الخارجية يحاول تنمية الصناعات والاستثمار في هذه الدول. نحن نهتم أن نكون خبراء لتنسيق إمكانية الاستثمار في أفريقيا. نحن نحاول أن نطور ونبحث عن المستثمرين للدفع بالأوراق المالية الحكومية في الدول الأفريقية في السوق في سوق الأوراق المالية. ولنا تجارب ناجحة كثيرة لبنكنا ونحن نعمل على تطوير الصناعات الزراعية واستخراج الموارد الطبيعية في كونغو كمثال لروس أتم. نحن شركاء لشركات روسية كبيرة في دول أفريقية متعددة. نحن نشارك شركات كبيرة مثل روس أتم التي تقوم ببناء المفاعلات الذرية في بعض الدول الأفريقية. وسنقوم بتحقيق كل الخطط ودعونا نأخذ كلمة من كلمات نيلسون مانديلا أن هناك صعوبات كثيرة لن تقوم بحلها إلا عندما تصنعها. شركة روس أتم. الأستاذ كمروف، شكرا جزيلا. الطاقة هي أساس كل شيء، وهي عمود الأساس في أي صناعة أو أي تجارة تجري في الدول الأفريقية، وهي مشكلة لدول كثيرة في أفريقيا. ولهذا الطاقة لابد أن تكون ملك للجميع، ولابد أن تكون خضراء وبها نوع من الاستقرار. ولهذا شركتنا روس أتم تعطي الكهرباء 24 ساعة في خلال 60 سنة عمر شركتنا. принципиально важно в условиях высокой волатильности цен на ископаемое топливо, которое мы наблюдаем в мире последние 20-30 лет. Будучи وبرغم تغير الأسعار في المصادر الطبيعية
المواد الخام لصناعة الكهرباء من الطاقة النووية، ورغم ذلك نحن خارج لسنا خارج المنافسة العالمية. يوجد عندنا أكثر من 40,000 وظيفة. كل دولار موجود في استثماراتنا يجلب 4.5 دولار للبلد.